الخبير القانوني طارق حرب معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من بغداد. سيد طارق، أهلا وسهلا بك. إذا اليوم الأخير في عمر البرلمان السابق، هل يعني ذلك أن العراق دخل في مرحلة فراغ دستوري بشكل رسمي؟ شكرا لك وشكرا لمشاهديك الكرام، وكم تمنينا على السيد فراس أن يخبرنا كم هم عدد النواب الحاضرين، يعني 50 نائبا سيد طارق، 150 80 نعم 50 نائبا سيد طارق اليوم حضر من النواب. إذا كما قال الدكتور محمد الدوري عند بدء الغزو الأمريكي للعراق، قال اتس اوفر، يعني كل شيء انتهى. إذا كل شيء انتهى، لأن يحتاجون على الأقل 165. نعم. لما حاضرين 50، يعني حراك الميت كما يقال. وعمر الدستوري، عمر مجلس النواب ينتهي بعد ساعات، لا مو بعد ساعات، بعد دقائق، لأن الساعة الرابعة ينتهي الدوام الرسمي في بغداد طبقا لتعليمات الأوامر الخاصة بالدوام الرسمي للحكومة. فالساعة الرابعة ودقيقة ينتهي عمر البرلمان. الفراغ ليس فراغ دستوري كما يقال. لا يا سيدتي، الفراغ الدستوري يعني الدستور كله لا يطبق، يعني لا شرطة موجودين ولا جيش ولا وزارة ولا حكومات ولا محافظات ولا إذا. الفراغ فراغ برلماني، يعني برلمان ما عندنا. الفراغ فراغ نيابي، يعني نواب ماكو. أما السلطات الأخرى باقية، السلطة القضائية باقية، رئاسة الجمهورية باقية، رئاسة الوزراء، مجلس الوزراء بكامل صلاحياته، بتمام اختصاصاته، بواسع سلطاته. لا تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وإنما تبقى بجميع صلاحياتها طبقا لأحكام الدستور. لأن تحويلها إلى حكومة تصريف أعمال يكون في حالتين فقط، الأولى هو سحب الثقة، والآن لا يوجد سحب ثقة، والثاني هو حل البرلمان قبل انتهاء عمره، والآن البرلمان انتهى عمره وليس بحل. وبالتالي طبقا للدستور الحكومة بكل صلاحياتها تستمر إلى آخر مرحلة من مراحل العملية السياسية استبدالية، يعني تستمر خلال فترة العدوى والفرز، تستمر خلال فترة الشكاوى، خلال فترة الطعون، خلال فترة تصديق المحكمة الاتحادية. نعم. خلال فترة رئاسة الجمهورية يصدر مرسوم بالدعوة، خلال الجلسة الأولى، خلال ترديد اليمين الدستورية، خلال انتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه، خلال انتخاب رئيس الجمهورية، خلال تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية، ولحين التصويت على الحكومة الجديدة. نعم. اللي هي آخر مرحلة من مراحل التبدل السياسي بناء على الانتخابات الجديدة. سيد طارق، يعني حتى يفهم المشاهدين أكثر، يعني ما يجري حاليا هو فراغ تشريعي، فراغ تشريعي يخص مجلس النواب، أما السلطة التنفيذية موجودة وعلى رأس عملها وتستطيع مزاولة جميع الأعمال المتعلقة بالحكومة. صحيح كما تفضلت، نعم بالنسبة لهم، لكن فراغ برلماني، برلمان ماكو. نعم، فراغ تشريعي. فراغ نيابي، نواب ماكو، شوفوا العمل. لا فراغ والتشريع جزء من العمل البرلمان، البرلمان يقوم بمهمتين، التشريع والرقابة. نعم. ما نقدر نقتصر على حالة واحدة، التشريع والرقابة غابت الآن. نعم، سيد طارق، طب بخصوص ما يجري الحديث عن جلسة مسائية يمكن أن يكتمل فيها النصاب ويتم التصويت على يعني تمديد عمر البرلمان لمدة شهر، هل يمكن ذلك قانونيا؟ ما هي الوجهة القانونية بخصوص ذلك؟ والله أنا من الأول يعني كتبت وقلت أن اجتماع عقد جلسة البرلمان لن ترى النور، وفعلا لن ترى، يعني من نحسب 50 حاضرين حتى إذا جاءوا 50 بقدوم هم يصيرون 100، يحتاجون إلى 65، يعني الرقم الحاضر مو تقولي الفرق نائبين 10 15 نائب 20 نائب معقولة، لكن لما يكون الحضور أقل من الثلث وأكثر من الثلثين غائبين، 115 غائبين، معنى ذلك أن الوصول إلى عقد جلسة على أي حال ممكن يصير، لكن احتمال بعيد. الأمر الثاني يا سيدتي الكريمة، تمديد البرلمان لشهر واحد
أو كما يقولون هم لحين مصادقة المحكمة الاتحادية لا يجوز دستوريا. لماذا لا يجوز؟ الموعد محدد، يقول من أول جلسة حتى 4 سنين تقويمية. أول جلسة 7/2014، آخر جلسة 2000. لم يمنح دستورنا التمديد نهائيا. بالدستور اللبناني نعم، بالدستور اللبناني يقول يجوز لمجلس النواب إيقاف الأحكام الخاصة بعمر البرلمان. تمام، أكو برلمانات دول أخرى تجي، بس برلمان بدستورنا محسوم عمر البرلمان. ثم التمديد لا يجوز، يعني شعبيا لا يجوز، لأن إحنا من رحنا انتخبناه، انتخبناه 4 سنين. النائب وكيل، مثل يصير وكيل نوكله 4 سنين، وورا ال4 سنين يقول لا غصبا عليك أبقى شهر آخر، فما يصير اصلا. الى الان هم ما فاهمين فلسفه النيابه ما هي، انهم وكلاء الشعب والشعب اختارهم ل4 سنين فقط. اذا لا يمكن تمديد مجلس النواب. طب بخصوص مساله العدوى الفرز يدويا التي ينتظر ايضا ان يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب، ما مصيرها الان؟ لا، العدوى ارادوا مجلس النواب العدوى الفرز العام الشامل المطلق، يعني لكل الصناديق، في حين أن تجاه المحكمة الاتحادية في جزء من قرارها، اتجاه المفوضين عد جزئي. من حيث العمل، أن جانب العمل لا فرق، شوف لو أنا حضرتك، يعني لا فرق إطلاقا بين عدوى فرز شامل عام مطلق وعدوى فرز جزئي. لماذا؟ لأن أكو بعض من يعني مثلا عندنا بغداد ما اعترض الأستاذ أحمد مساري، أحمد مساري ما اعترض، ما قال أنا انغدرت بالمحمودية أو انغدرت بالثورة أو انغدرت بالزعفرانية، قال أنا كل صناديق بغداد انغدرت بها من قدم طلب. شو لاحظت؟ فلا بد أن لما يقدم طلب بهذا الشكل، معنى ذلك أن العدوى والفرز يكون على كل صناديق بغداد. نعم، هذا الأساس اللي لازلنا في جدل، في حين نجد أن بعض من تشكى عن النتائج الانتخابية لم يحدد، يعني لم يقول مثلا بالعمارة، لم يقول أنني غدرت بصناديق الاقتراع الموجودة في المجر، أو مثلا بالأنبار ما يقول أنا غدرت فقط بالحركة السكانية، غدرت فقط مثلا قضاء القائم، غدرت فقط بناحية الحبانية. نعم، وإنما يقولون الصورة أن نعم. سيد طارق الحرب، خبير قانوني، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد، شكرا جزيلا لك.